بحب كبير نستقبلها ضحى العريبي. مرحبا. عايشة. حلوا لينا التلفزة قلقنا، حلوا لينا التلفزة. قبولكم في وسائل الإعلام الكلاسيكية ماهوش ديما مرحب بيه. أكيد. بتجيبوهمش تافهين فارغين. وزيلة تتقال. يا ربي اللهم أنك تشهد. طفلة صغيرة في جبس شو قرأت؟ قريت حتى للنبيين. يا مدام يا في بشوية به. أنا ما كملتش دراستي، أنا قصيت على دراستي وأنا صغيرة يعني السابعة أساسي. جيتك البلتان للدار؟ أي جيتني. قديش معدل؟ ثلاثة. وش اللي ضحك فيك لالا؟ من وين تيه يرقص وذي العريان؟ ها؟ مسموح لي نسألك على حجابك ولا ليه؟ أكيد. وقتش تحجبت؟ وأنا صغيرة برشا، صغيرة عمري 10 سنين، 11 سنة، أكيك 11 سنة. في أي عمر تحجبت؟ سؤال بالنسبة إلي قوي. حجبت عمري 7 سنوات ومقتنعة. بابا قداش تكتبوا خيتي في هالدار يا للختي؟ أكيك ركزت على حاجة ماهيش موجودة في تونس، اللي توا بخيسك مش بخيسك، أنا لولا في تونس في المغرب العربي متحجبة لولا. يا بنتي فيقي يا بنتي، زي من الكذب يا بنتي، راكي كذبه وراكي كذب كذب يا بنتي. احشمي زي من الكذب. تيك توك تاو ما يدخلش فلوس. A few moments later. اكثر مره دخلت منها فلوس في تيك توك قديش؟ في ساعه 20 مليون. وراهو مرض راك نجم تمشي ديبي برسمي الكذبه ذي، راهو ياسرك ميتومان ميتومان، راهو معناتها نجم ديبي عليها، راك معناها كذبه تكذب بالكبير. دونك فهمت انه هذاك هو الاستثمار بتاع المستقبل بالنسبه لك. انا توا نحكي مع ثقافه جديده عليا. كلمة الداعم ما معنى؟ معناتها يبدأ يتفرج فيك ويصرف عليك ولا كيفاش؟ الداعمين هو اللي يرموك فلوس، ما هك كل واحد مقدور، فما واحد نجم يرمي 10,000، فما واحد نجم يرمي مليون. كيما الرشق معناتها؟ عندنا برشا رشقة، برشا جو، برشا شيخات، الرشق هكا 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 هكا. أختي العزيزة الغالية شدي صغارك، ربيهم حطي لهم حاجة، ما تحطي لهمش هذي زعيم. بري شدي صغارك حطي لهم حاجة يتفرجوا فيها، ما تحطي لهمش هذي زعيم. انت ماكش مربيه اولاد وحاطط لهم هذه زعايم، ما تلومنيش انا، هذه زعايم جاب لك رقاصه قبلي انا، جاب لك واحد اخر قبلي انا، فاه احمدي ربي اللي ولدك مش ولا يعمل في توك ويدخلك الفلوس، مش باش يوليك رقاص. رقاص وهي شكوني دكتوره رقاص؟ تتفرجوا في التلفزه على واحد رقاص جيبوا هذه زعايم، ولا تتفرجوا في انا نعمل في تيك توك؟ سامحني اختي الرقاصه هذيك اللي تحكي عليا اللي هو الدانسور، راهو فنان، راهو يقدم في فن. ابا انت فاش قاعده تقدم؟ على فكره راك لابسه الحجاب وترقص، راهو يا اخي في جيبس تلبس الحجاب وترقص وخوك يصفق لك وراجلك يصفق لك. الرقاصه اللي تحكي عليه عنده دكتوراه مثقف، كيطلع في التلفزه يحكي على الفن، يحكي على تاريخ الفن، ويحكي على الثقافه، ويشجع في الناس باش تقرا. اما انت سامحني ماك قاعد ترقص على أغاني سمارة؟ سمارة أغاني تحطو في الجامعة ولا كيفاش؟ وقاعدين يكبسولك بالتكبيس شنو فلوس حلال؟ ما هم رشقة يا خايتي من الخليجيين، كل واحد يشد قدره عاد، خلينا نحترموا بعضنا خير وربي يعين الناس الكل. سلام. ميكس هو فتاة أحلامك؟ هو الشخص اللي كنت تبحث عليه؟ أكيد لقيت فيه الأوصاف اللي نحبهم الكل. هو حبك الأول؟ ايه. سنة نشوف كل شيء مقيدوني مولنا كلها واضحة. فيك حاجة على الناس زيادة؟ الله شن هي الحاجة هذه؟ نقدرش قدام الناس تأمن بالحب من أول نظرة، ندري عليها شن هي الحاجة اللي فيك حاجة زيادة على الناس بك أو خلق هو في حب من أول نظرة واحدة كي نتحس مكتر منها يعني. غرقول شي منقول يعطيك كي شوف علي قلبي تحنن أحبك. وهنا كانت الصدمة. شني؟ نحبك هلبة هلبة. أرزني أرزني، حطي عقلك في راسك يا بنت الناس، مش تعين حب هنا، هنا مش تعين حب. قلتولي قولي هلبة هلبة سبة ربي. قولي شو قلتي؟ قلت أنا زوجة كندر. حليب وشوكولاتة مزيج فريد من أول الطريق، كندر ماكسي ببساطة معا أحلى. إن يسمع بابا يقتلني. خيرك نبعث لك ما تتحبش ترد، 3 أيام مخي بالتيك توك بلاش بيك.
كيف؟ اقسم بالله تقول جبانة. A few moments later. ميكس ميكس قسما بالله لو تدور التيك توك كله ودور العالم كله ما تلقى واحدة تحبك زيي. الله أكبر ميكس. ها في مشكلة في قلبي. شبيها تمل عليها العروسة شبيها يا أخي متقلقة اللطفة. ماله مش قادر يحب بغيرك. واه 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 سلوى عقل عايشك وخذ شريبة مية يا شومي. ميكس ها صايرة مشكلة في عيني عميتة مش قادرة تشوف غيرك. عايبي بتحبيني ولا لا؟ أكيد نحبك ميكس. نعم. يجعل يومي قبل يومك يا رب. وقتاش الإحساس تولد؟ إحساس بالحب وقت اللي عرسنا. لا عادي المهم أنا راي يعجبوني فازت الدومة الفيو تطلع أنا نخدم نقدم فلوس داخلة والحمد لله يا رب. أنتم قدوا أحكي في فيسبوك وأنا هكا ماشي ونقدم الحمد لله. هي الفيو راي تساعدني أنا واحدة من الشيخ على الفيو حتينا طيح سعدها النفخة الفيرخة.